مرحبا فيكم، معكم أمين التاجر، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من عرفتها وشلون. اليوم بتكلم عن موضوع معظم المبرمجين اكتشفوه في الفترة الأخيرة. إذا أنت مبرمج، معظم الوقت مالك تشوف شغلك على الشاشة، تشتغل وتبرمج ليل نهار، حاول شغل برنامج مالك على الشاشة. لكن في تخصص جدا رائع اكتشفته في الفترة الأخيرة تقريبا 5 سنين زائد قاصر، وهو أن أنا حين بديت أقدر أتعامل مع الهاردوير ديفايسز، أقدر أبرمج على الهاردوير ديفايسز مثل الأردوينو إذا مر عليكم أو الرازبيري باي. إذا ما مر عليكم خلوني أشرح لكم شو السالفة. طبعا مثل ما قلنا قبل، البرمجة كانت على الشاشة تعتمد على الأبليكيشنز والتطبيقات اللي تسويها، سواء كنت تبرمج ألعاب ولا كنت تبرمج مثلا أنظمة تشغيل أو حتى بزنس أبليكيشنز. لكن في الفترة الأخيرة صار عندنا بروجكتات مثل الأردوينو، وهو يعتبر مايكرو كنترولر. طبعا الفكرة منه إنه هو هاردوير ديفايس أقدر أبرمج عليه، ومو بس هاي الفكرة، أقدر أخليه يسوي إنترفيس وشبكة مثلا على خلينا نقول أجهزة إلكترونية مثل ليتات، زين أقدر أركب عليه سماعات مثلا، أقدر أركب عليه سنسرز لها علاقة بالضوء مثلا، أقدر أخلي عليه 3G مودم، أقدر أخلي طرش SMS. فالفكرة إني كني قاعد الحين أدمج عالم الإلكترونيات والصقها مع العالم الفيزيائي الحقيقي على أساس أسوي الشغلة اللي أبي أسويها. وهذا الشيء مثل ما نقول يغير الديناميكس حق المبرمج. يعني في السابق مثل ما قلنا أنت محكور في مكان واحد، بس الحين شغلك صاير مقسم أكثر من مكان. تقدر تخلي مثلاً الكنترول سيستم مالك على الشاشة، والكود نفسه اللي بيشتغل على الروبوت اللي بتنفته على الماكرو كنترولر أو على الماكرو بروسيسر اللي موجود داخل القطع الإلكترونية. فهاي الشيء يفتح لك أبواب، تقدر تسوي الحين روبوتات، تقدر تسوي لك IoT devices اللي يسمونهم Internet of Things والأوادم وايد هابين عليهم. فالفكرة إن الحين الابليكيشنز مالتنا والتطبيقات صارت تقدر تطلع برا على الكمبيوتر، زين، وهاي شيء جدا جميل. لكن بعد في شغلة لازم نوعي عليها، وهي ترى مو كل أجهزة متشابهة ولها نفس الباور والبرفورمانس. فحتى لما بتأخذ لك أو لما بتسوي لك خلينا نقول تطبيق، لازم تعرف الأجهزة اللي بتشتريها شنو الأداء مالها وشنو التفاصيل مالتها. في مثلا عندنا جهاز يسمونه الرازبيري باي، وايد معروف، والفكرة منه ان عندك operating system كامل، عندك لينكس كامل على هذه البوكس الصغير اللي تقدر حتى تشغله بالبتري. يعني لو تأخذ لك بتري من مثل ما نقول البقالة، تقدر تركب البتري بالجهاز وعندك فل كمبيوتر شغال في قطعة السايز مالها تقريبا حجم الكريدت كارد او الفيزا كارد. فهذا يفتح لك ابواب عودة، تقدر مثلا بالكاميرا الصغيرة تشغل لك برامج لها علاقة بتعلم الآلة، تقدر تتعرف على الويو، تقدر تنفذ شغلات لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، وهذا شيء ما كان موجود قبل. قبل إذا كنت أنا أحتاج أسوي شيء له علاقة بهاي الموضوع، كنت أحتاج إني أنا أكون مبرمج صاروخ، يعني على أساس أعرف أتعامل مع الإلكترونيات وأكتب الكود اللي حد له ليفل حق هاي الشغلة. بس الحين الأردوينو مثلا أو الرازبيري باي يسمح لك إن أنت تسوي برامج يا باستعمال لغة مثلاً C++ اللي تعتبر وايد أسهل من الأسمبلي، أو إذا أنت مثلاً تبي تروح حق لغة شوية أسهل وتتعامل معها على أساس تبرمج الإلكترونيات ذي، تقدر تتعامل مع البايثون. وهذه الأمور وصلت يعني مرحلة جداً سهلة حق البشر يدشون في هاي المجال. مثلاً 3 سطور أو 4 سطور ماكسيموم وأنت مشغل لك مثلاً ليت عن طريق البرنامج مالك. فتخيلوا حجم التطبيقات اللي تقدرون تسوونها، سواء كانت تطبيقات حق بس حق وناسة ولا حق بزنس، زين، ولا حق بروجكتات مثلا مال الجامعه. فانصح وايد يعني منكم اذا لكم في البرمجه لازم تدشون في عالم الالكترونيات وتشوفوا الشغله اسمها الاردوينو، وتعرفوا على الرازبيري باي لان فيها تفاصيل وايد، زين، وفيها يعني مهارات تقدر تكتسبها وعقب تقدر تسوي شغلات ثانيه. فاذا تبدي مثلا برمجه الاردوينو والرازبيري باي، عادي ان النقله الجايه لك ان انت مثلا تبرمج قطع حق الروبوتات، أو تبرمج مثلاً درايفرز حق السيارير أو شيء من هالقبيل. في وايد معلومات حلوة، شوف التفاصيل اللي بنحطها لكم إن شاء الله في الكومنتس، ونشوفكم الحلقة الجاية.